احنا معانا دلوقتي على التليفون استاذ احمد عويس الناقد الرياضي. استاذ احمد صباح الخير. صباح الخير يا فندم، صباح الخير على مشاهد قناة تاني. اهلا بحضرتك. اولا حظوظ النادي الاهلي النهارده وفرصه في الفوز، احنا هنتكلم عن القطن الكاميروني بيتزيل المجموعه بلا اي رصيد من النقاط، فزي ما بيقولوا كده وحصلت المجموعه، هل ده بيدي فرص اكتر للاهلي الحصول على الثلاث نقط في حاله ان هو فاز النهارده؟ طبعا اولا بحب اعزي الشعب المصري في شهدائنا الابطال في شبه جزيره سينا واللي استشهدوا وهم بيدافعوا عننا عشان نبقى احنا قاعدين في بيوتنا امنين، وبنتكلم دلوقتي في الكوره وبنتكلم في الاهلي وبنتكلم في حاجات اكيد خاصه الحياه بينا. مستمره بشكل طبيعي طبعا. فالحقيقه انه الناس دفعت ارواحها فداء لينا، فبحب اعزي الشعب المصري وجيش مصر في شهدائه الابرار. طبعا الاهلي فرصه كبيره جدا انه يتاهل ويوصل، لكن التعامل مع فريق القطن الكاميروني كانه صيد سهل وكانه حصلت المجموعه زي ما حضرتك قلتي، هو بدايه انه الاهلي ممكن النهارده يحقق نتيجه مش ايجابيه. التعامل مع الفريق لازم يكون تعامل على انه فريق قوي ولازم فريق نتعامل يعني لازم التعامل بشكل جاد مع المباراه. طبعا لان المباراه في الاخر الثلاث نقط مهمين جدا للنادي الاهلي، هم بوابه عبور لدور الثمانيه. طبعا الاهلي اللي حط نفسه في المأزق ده، زي ما الزمالك بكره حاطط نفسه في مأزق انه لازم يحقق الفوز على الاهلي طرابلس. طبعا الزمالك ده قصه الاهلي تانية، الزمالك بيتزيل المجموعه والغريبه جدا كان نتيجه يستحق عليه انه يتغلب ثلاثه بس، اداء الزمالك في مباراه كابس يونايتد كان سيء لدرجه مرعبه، وانه الحقيقه الزمالك يكسب الفريق ده بفريق 19 سنه، يعني الزمالك لو سافر بفريق الشباب بتاعه لعب كاس يونايتد في زيمبابوي هيكسب. استاذ احمد الخسائر المتتاليه للزمالك دي يعني وجهه نظرك شايفها رايحه على فين يعني؟ طب وبعدين؟ الزمالك في افريقيا حماده زي ما بيقولوا، وفي الدوري المصري حماده تاني، يعني في الدوري المصري عامل 6 فوز متتالي في اخر 6 مباريات، الزمالك هو زي ما بيقولوا بطل الدوري، يعني الزمالك مع ايناسيو في اخر 6 مباريات 6 فوز متتالي. ولو مع ان تصريحات نادي الزمالك الحقيقه الفتره اللي فاتت كان غير كده، كان بيقول انا مش بعول كتير على الدوري المصري لكن انا مهتمه اكتر بدوري ابطال افريقيا، الحقيقه لقينا ان الايه اتقلبت تماما. اما هو الحقيقه انه دلوقتي بدا بيتكلم نادي الزمالك على مباراه المقصه والاعاده، وانه ممكن ينافس تاني على المركز الثاني اللي هو للمشاركه مباشره في دوري ابطال افريقيا، ولكن في دوري الابطال الزمالك في اخر الزمالك حقق فوز وحيد في اول مباراه دي امام كاس يونايتد في المجموعه، وبعد كده تعادل مع اهلي طرابلس وتعادل مع اتحاد العاصمه واتغلب مباراتين متتاليتين. ولكن نروح للاهلي، الاهلي النهارده مباراه سهله يحقق فيها الفوز في حضور جماهيري صحيح ل 20,000 متفرج. ده بنتمنى طبعا في الحضور الجماهيري ان تبقى النتائج ايجابيه بالنسبه للنادي الاهلي، وطبعا بكره بالنسبه لنادي الزمالك امام اهلي طرابلس. شكرا لحضرتك استاذ احمد عويس الناقد الرياضي.